شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة العرب المصرية وهيلر الألمانية بهدف تصنيع منتجات هيلر بمكونات مصرية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، كما تسهم المذكرة بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية من خلال تصدير المكونات التي تقوم بتصنيعها مجموعة العرب في مصر صنعها بمصر، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التصنيع في الربع الأخير من العام الحالي باستثمارات تصل إلى 70 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الأولى.